الشوط الواحد مدته 45 دقيقة وممكن تعمل فيها حاجات كتير في أرض الملعب، لكن لاعبي توجو مروا ب 42 دقيقة عمرهم ما هينسوها. في كأس أمم إفريقيا 2010 قرر منتخب توجو إنه يسافر لأنجولا بالأتوبيس عن طريق أوكلين كامبندا، وفجأة ومن كل حتة ولمدة 42 دقيقة كل اللي سمعه لاعبي منتخب توجو هو صوت الطلقات النارية. اتوفى سواق الأتوبيس مباشرة والمدرب العام والمتحدث الإعلامي، وعلى الرغم إن كوجوفي أبيلالي حارس المرمى نجا من الحارس، لكنه اعتزل كرة القدم بسبب طلقتين خضع بسببهم لتمن عمليات جراحية. هلع خلى أديبيور يكلم زمايله إنهم يتصلوا بأهلهم لعلها تكون المرة الأخيرة. بعد الكارثة منتخب توجو أعلن انسحابه، وكمان طلب من باقي المنتخبات عدم المشاركة في البطولة، لكن الكاف ما اهتمش باللي حصل وعاقب توجو بالاستبعاد 4 سنين، عقوبة اتلغت بعد كده طبعا. جبهة تحرير كابندا أعلنت مسؤوليتها وإن هدفهم كان القوات الأنجولية المصاحبة للأتوبيس مش منتخب توجو، في ظل محاولاتهم الانفصال عن أنجولا. والحسن حظ لاعبي منتخب توجو إن الحافلة اللي اتدمرت من الطلقات كان فيها شنط اللعيبة والجهاز الفني.